حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق، تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي أسفل الشاشة. من خارج العراق واللي عايشين بدول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين دا شوفوها أسفل الشاشة. وعندنا رقم أخير اللي ما قدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام الأربعة يقدر يدزلنا رسالة مثل ما هو مكتوب هنا المشاركة عبر الرسائل. فهذا الرقم رقم الواتساب فقط للرسائل إخواني الأعزاء، يعني اللي ما قدر يتصل بينا، ما قدر يحصلنا لأي سبب إن كان، يدز لنا رسالة مكتوبة أتمنى تكون مطبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف عن الرسالة من وين وصلتنا ومن يا مكان ونقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، قبل ما أبدي الحلقة أيام قليلة تفصلكم عن انقطاع البث اللي بعدهم ما سووا البث مالتنا على تردد الأجدي. فكل اللي عليك أخوي العزيز أختي العزيزة، هاي الأرقام اللي تشوفوها أمامكم هو تردد قناة الرافدين، نفس التردد ما تغير نهائيا. 10727 هو نفس التردد على نظام الأجدي، نفس التردد على نظام الأجدي، أفقي أفقي، 5/6 5/6، والبقية نفس ما هي، ما تغير بها شيء. كل اللي تغير إذا أنت بعدك تشوفنا بصورة صغيرة، كل اللي عليك تسوي إعادة بحث أو ريسيرش من جديد، راح تتجدد يمك القناة وتكبر فيكبر ومباشرة تكون البث عندك على نظام الأجدي ونستمر وياك لين يوم 28 ينقطع البث على نظام الأجدي. فإحنا حابين تظلون ويانا ونظل إحنا وياكم مستمرين على الدوام. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا يمثل فيديو واحد. هذا الفيديو راح تشوفوه هسه وهو هذا موضوع حلقتي، تفضلوا. وخاصة التبريكات إلى آل الصدر الكرام وإلى مجلس الإداري للجنة بنيان المرصوص. أخصص التهية والدعاء إلى سيد مقتدى الصدر، أسأل الله تعالى له العافية والبركة في اجتهاده، أسأل الله أن يحفظه ويطول عمره في الصحة والعافية ويؤتيه الطاقة بمساعدتنا إن شاء الله تعالى، أسأل الله له الخير الكثير. هنا بدأنا العمل المدرسة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، وأرجو من جميع الدعاء، أطلب منكم الدعاء. الحمد لله أشكر أحباب آل الصدر الكرام وأشكر آل الصدر الكرام وأخصص التهية للجنة بنيان مرصوص. هنا ندرس درس توحيد هنا العدل، وهو أصل الثاني من أصول الدين. علينا أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عادل، فهؤلاء الطلاب يقرؤون في منهج أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا نقدم التهية إلى سيد مقتدى الصدر وإلى جميع آل الصدر الكرام، أسأل الله لهم العافية والبركة. مقتدى مقتدى أنت ولينا، مقتدى مقتدى أنت ولينا. هذا موضوع اليوم. الأخ بدل ما يعمر مدارس العراق اللي حسب التقارير الرسمية أنه العراق يحتاج 10,000 مدرسة حتى تستوعب أعداد الطلاب اللي موجودين داخل العراق، راح يعمر لي مدرسة بساحل العاج بدل ما يعمر لي المدن اللي دمرتها الآلات الحربية واللي بسببها نزحوا الملايين بمخيمات النزوح بداخل العراق وخارج العراق، وبيهم اللي محصورين على الحدود العراقية السورية، وبيهم اللي موجودين بالمخيمات في شمال العراق وباقي محافظات العراق، وبيهم اللي عايشين في دول المهجر، راح يبني لي مدرسة بساحل العاج بدل ما يفكر يحل قضية المغيبين ويبرد قلوب الأمهات اللي دا تبكي دم على ولدها، راح نطفلوز يبني لي مدرسة بساحل العاج. هذا اللي اليوم حسب موقع البنيان المرصوص على شبكة تويتر
يقول شكرا لله تعالى، شكرا للمصلح البنيان المرصوص، رجال القائد يصلون لساحة العاج ويستثمرون مساهمات الأخوة بإكمال مدرسة في أفريقيا في ساحل العاج. زين، والمدارس الجوة والتعليم والفساد، وبالنسبة للمصلح والقضايا اللي تشوبها كومة قضايا فساد، ليش نروح بعيد؟ القطاع الصحي مثلا بالعراق، الوزارة اللي هي أصلا تابعة إلى التيار الصدري. يعني أنا أريد أسأل سؤال، احنا ليش حال العراقيين ما يباعوا له؟ من راح يبني لي هاي المدرسة وانتشر هذا الفيديو؟ يعني ما قال انه الشعب العراقي من راح يشوفه ايش راح يقول؟ ما قال الام والاب اللي تدز ولدها بالشتاء وفيديوهات هواية طلعت، جهال يدوسون بالطين وجهال قاعدين بالشارع لان ماكو مدرسه بها صف يستوعبهم، وجهال قاعدين بكرفانات والكرفان ما بيسقف، وجهال بمدرسه هيكل ما بيها شبابيك، وجهال ما عندهم صبوره، وجهال ما عندهم رحلات، وجهال دا يمتحنون والقاع فايضه جوا رجليهم ورجليهم طامسه بالماء بعز البرد. هذول الامهات والاباء لما يشوفون هاي الفيديوهات هو رايح يبني لي مدرسه بساحل العاج مهما تكون الامكانيات اللي انبنت بيها، بس الفلوس من وين طلعت؟ ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. شلونك اخوي العزيز؟ هلا بيك اخوي. استاذ العزيز، يعني هو من رايح يبني مدرسه بساحل العاج مدري وين؟ يعني هذا العراق هالكبر هالعرض كله مكفاك موقف راسك لساحل العاج؟ يعني بنفسي افتح راسه اشوف شكو براسه، بدمار بعقل بتبن. يعني يا عمي والله دمروا العراق ودمروا نفسيه العراقيين. يا ابا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. قبل فترة تطلع مدرسة بالجنوب الصف خاطين خط هيك بالقاع خط والله هذا الصف وينك هيك حكي يا عمي؟ يعني يضحكون على انفسهم يضحكون على العالم، يعني العالم ملت حتى ارواحه، بس الشعب العراقي ايش جاله؟ الشعب العراقي ما ساكت ايش جاله؟ يعني اليوم يطلع والله العراق سدد التعويضات 52 مليار وما ادري كم دولار للكويت. زين العراق من راح يعوضه؟ امريكا من طبت ودمرت، امريكا من سلمت العراق لايران، هذا العراق من راح يعوضه؟ وحتى لو يتعوض العراق تلقى الحيتان هذول ماكو البرلمانيين. زين هاي الاحزاب هسه هاي الاحزاب قبل 2003 بوقت صدام حسين وين كانوا؟ كانوا يسوون انقلاب؟ انتم من هيك مرجله كانوا يسوون انقلاب ذاك الوقت؟ يعني ما حد يقدر يحكي ويا مرته، ما حد يقدر يجيب طاري صدام حسين. بل بيت يقول له الحائط الاذان. زين هسه صرتم راجل؟ الفساد الاداري، يعني الفساد الاداري منو؟ يعني العامل البشاري على الفساد الاداري؟ لو المواطن الفقير؟ يعني من تجي اخواننا بالجنوب اكو ناس كاتلها الهبري وكاتلها العرس اللي ياكل ما عنده. بالغربيه نفس الحاله. يعني المتنفذ ماكو، كل من وربعه، كل من وحزبه. شنو الاحزاب هاي صارت؟ 300 وكسر حزب؟ يعني تتعاطي 300 وكسر حزب ايش قد؟ سوي التعداد عليهم. يعني ايش سويت بذاك الوقت انقلاب؟ شوف انا المرجع يحسب ذاك الوقت مو جيت على ظهر الدبابه. ويجي فلان اني كان كذا ويطلع كله كان سياسي ومحكوم سياسي وما ادري ايش محكوم. هو كذب محكوم كان مصرف اموال دوله، مصرف اموال دوله وحكم صدام حسين. لو عنده دعوه زنا بالمحارم وحاكم صدام حسين يقول لك انا سياسي. حميد خلي يقعدون يسكتون كافي عاد، ما الله لا حد غشيم. وكل من يريد يسوي للعراق جنه وكذب كذب، والعراق راح يمشي نحو الأسوأ. وصار لهم مشار العشر انتخابات
والله متكاملين على راس الجمهوريه، البث متكامل على راس الجمهوريه. برهم صالح كلها انا 4 سنين ما طلع 5 نوبات على التلفزيون. القبله نفس الحاله. ويطلع تقاعد باربع سنين يطلع براتب 50 مليون بالشهر. عمي جنه مال الله، انا خلي يسوون اقول لك نص المده هاي وخلي يعطوني 25 مليون، لا خلي يعطوني مليون بالشهر. يعني هسه هاي مطلعيها، هاي مدرسه الله يقبلها محمد. يعني شلون الحل شلون؟ بس شعب مسكين، شعب مغلوب على امره. وترى طبتنا هاي موك هاي المواد الغذائيه، هاي المواد الغذائيه كلها بيها ماده من دهن الخنزير، من شحم الخنزير. يعني مع احتراماتي وتقديري للشعب العراقي، يعني بشر ما ظلت براس غيره. يعني على هذا البلد العالم كله حاربه. كم دوله حاربت صدام حسين اللي تطب بهذا البلد اللي تخبل هذا البلد. يعني بلد الانبياء، بلد الاولياء، ماكو كلام حاربته يصير الله يقبلها. يعني انت ابو عمامه من جاي قاعد بالبرلمان، عمي روح شوف لك حسينيه وانطي خطبه، ماكو انطي درس ديني. ابو العمامه انت روح الجامع وانطي خطبه، انطي فتوى زينه، انطي. يعني جاي مقابلنا بالبرلمان انت وعمامتك، وين رايح؟ نعم. شكرا لك ابو عبد الله. سعد من الكويت، حياك الله اخويا. حياك الله والدوم النشمي، تحياتي على البرنامج. استاذي انا سؤالي للمحافظ مختار المنطقة، عليهم ان يتقوا الله يا استاذي. اي محافظ واي مختار ابو اخ سعد؟ يعني محافظ يا المختار اللي هو مسؤول عن المنطقة مثلا. اي انت من تحكي، يعني انت سؤالك يعني الى جميع مخاطير يعني العراق، لو جميع محافظي العراق، لو اقصد المحافظ والمختار يا استاذي، تخليص معاملات الاوادم بدل التقاعس والاهمال يا استاذي. نعم. يعني عليه ان يفتح بابه للجمهور يا استاذي. نعم. يعني بدل التقاعس والاهمال يا استاذي. نعم. كذلك عليهم ان يتقوا الله اولا، وان يؤدوا واجبهم الوطني والمعنوي. نعم. واقصد يعني المختار واللي هو مسؤول عن المنطقه والمحافظ يا استاذي. نعم. للطبقه الفقيره المساكين، افتح لهم الباب لو حتى دقيقه واحده يا استاذي. وتحياتي لك وللبرنامج وشكرا لك. شكرا لك اخ سعد. ابو علي من لندن، حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني برا ما اعرف شنو الموضوع. ابو علي اليوم لا. اكو فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو لا. واحد دا يصور بساحل العاج، مقتدى الصدر داز فلوس حتى يبنون مدرسة بساحل العاج. احنا ما عندنا مشكلة مساعدة الناس، كل العالم خير وبركة، وما عندنا مشكلة انه واحد يساعد فقير ومحتاج، لكن المشكلة انه بلدنا بهواية فقراء، 50% تقريبا ابناء الشعب العراقي، بلدنا بنقص 10,000 مدرسة، بلدنا باكثر من 10,000 الى 100,000 عائلة نازحة بالمخيمات، بلدنا بأربع أو خمس محافظات مدمرة، بلدنا بهواية مشاكل. يعني عايف هاي المشاكل كلها ورايح يبني لي مدرسة بساحل العاج؟ يعني أنا أقول لهذا مقتدى ليش ما يبني مدرسة بالحنانة، منطقة الحنانة، حي الحنانة بالنجف. أنا ابن النجف، أقول له مقتدى الصدر هذاك اليوم رئيس الوزراء الباكستاني يتشكر من بشير الباكستاني بالنجف، هو يسموه بشير النجفي، ها؟ نعم. هو باكستاني، يتشكر منه يقول له اشكرك يا شيخ بشير الباكستاني، يا شيخ بشير النجفي على دعمك الباكستان، لانه مشاريع بشير الباكستاني بشير النجفي كله باكستان مسوي، والسيستاني هم نفس مستشفيات بالتبريد وما تبريد، هم ذولا هالشكل، ذولا العملاء الخونه، كل امواننا كل خيرات العراق يروحون يبنوها بساحل العاج. ساحل العاج انت شو تسوي يا مقتدى الصدر هناك؟ شنو تريد تسوي ميليشيات هناك؟ ها؟ لو تريد تسوي حسينيات مال لطم، انت شفت هاي الحسينيه؟ وحده قاعده لابسه لبس اسود، ها؟ وقاعده بنص الساحه مال المدرسه وتلطم الاطفال. هو هذا الدين؟ هو الدين بهذا الشيء؟ لك بابا الدين العمل، انت قاعده تلطمين الجهال،
انت شو استفادتي من الحسين؟ شو تعلمته من علي بن ابي طالب؟ احنا ما يعني ابو علي، ابو علي احنا برنامجنا ما يتكلم عن الاديان والدين وما هي الممارسات مهما يكن. يعني احنا موضوعنا انه العراق اليوم يحتاج، انه العراقيين اليوم محتاجين، بالاخص محتاجين مدارس. زين انت اذا ما بنيت مدارس بداخل بلدك، رايح تبني لي مدرسه برا وين؟ بساحل العاج؟ هم دول عملاء خونا اخي، يروحون يبنون ساحل العاج ويبنون باكستان ها، ويبنون بايران. هم دول عملاء خونا اكثر منا. شو تحصل منهم دول؟ شو تحصل منهم؟ نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. يعني المشكله اليوم لما 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 نباوع على حال العراقيين مثلا اليوم، الاب والام مثلا لما يباوع انه مقتدى الصدر اللي قاعد يحارب حتى ياخذ هو منصب رئاسي وزراء الى كتلته، واللي قاعد يتقاتل ويا الكتل السياسيه على الكتله الاكبر داخل البرلمان، ويدعي انه هو كتله منتخبه لها حق تمثيل الشعب، لما الشعب يباوع عليه انه هو رايح يبدي لي مدرسه كوت ديفوار بساحل العاج، بالمقابل الطفل العراقي لما يطلع اكو فيديو الى اطفال دا يعبرون جسر، بس الجسر واقع، اكو تيغه صغيره قاعد دا يعبر بيها، اذا توقع او تزلق رجله جر المي والجرف. اكو فيديوهات جهال رجليهم بالطين، واكو فيديوهات جهال دا يمشون على السياجات مال البيوت لانه القاع كلها بلهجتنا عذرا خيسه. اكو فيديوهات جهال قاعدين علقه على قواني لان ما عندهم رحلات. اكو فيديوهات الجهال قاعدين دا يدرسون بالشارع. ابو احمد من العمارة حياك الله. السلام عليكم استاذ، الله يعزك. حياك الله خوي. قناتكم قناه الشعب المظلوم. من خلال هذا المنبر انا احنا ملينا من الدوله، تعبنا كلش، تعبنا من الفقر ومن العسر. من خلال هذا البرنامج، برنامج الرافدين، اكو ناس تواصلت لقناتكم، تواصلت لكم استاذ، ودت رسائل لابو احمد على مود اجراء العمل الطرفي. لحد الان يا استاذ، لحد الان ما وصلت لا مساعده لي ولا واحد اتصل بي في دروح لك، والطفل بحاجه ماسه والله العظيم. اكو ناس ودت رسائل لكم، ودت على الواتساب، وماكو اتصال لي لحد الان، لا حد اتصل بي ولا حد ساعدني. ابو احمد، ابو احمد الله يعينك. نعم. يا ربي. نعم. ويخفف عنك ويخفف عن ابنك. احنا اللي علينا دا ننقل معاناتك الى الناس. اللي دا يكتب لنا رساله احنا دا نكتب له، واللي دا يطلب رقمك احنا دا ندز له. لا لا، مو اني انا، مو اني انا، حتى أنا القناه بشكل عام دا احكي لك وضعها. احنا دا ننقل معاناتك الى الناس، فاللي دا يكتب لنا دا ندز له رقمك. بقت يمه. نعم نعم نعم. انا في الخير، انا مو يمك استاذ، بدي اروح لك وياك. انا مو على مود الصوره تكون وياك انت. شو تقول؟ تقول كتبوا لكم وما حد وصلني. والله يا اخوي احنا رقمك دزيناه. نعم. ويا هو اللي ده يكتب لكم. اي اعتز بيكم استاذ رفل، اعتز بيكم واعتز بقناتكم، الله شاهد. وصار لي شهر وياكم انا، والطفل مطروح بالقاع. انا مو انتم ولا قناتكم الكريمه الشريفه قناه الشعب، اريد الناس الخير والناس الشب، الناس اللي الشرفاء العراقيين يبعون على حالتي ويسوي لي فزعه حتى اوديه واروح، لان حاجز علي والله العظيم، ويوميا اخابر اقلهم باكر بعد اسبوع. فاشكركم جزيل الشكر قناه الرافدين من خلال المنبر، اريد الناس تسمع صوتي يا استاذ على هاي. سمعوا. أيوة. صوتك ان شاء الله اخوي ابو احمد، وصدقني اللي يكتب لنا ويسالنا عن قضيتك وقضيه ابنك، احنا مباشره رقمك مسجل يمنا، ودنا نعطيهم رقمك وهم بقت يمهم انه يتواصلون وياك. لكن ان شاء الله نحاول. المشكله انه الارقام والرسائل اللي وصلتنا، صدق وامن بالله يا اخوي العزيز، احنا بكل يوم اكو حلقتين وثلاثه يطلع بها الواتساب، فايش قد يدقون للبرنامج او يكتبون الى رقم البرامج اللي دا يطلع ويانا اللي دا تشوفه امامك على الشاشه. نحاول ندورهن ونكتب لهم مره ثانيه ونقول لهم ابو احمد يناشدكم تدلل. نعم. مدارس العراق اليوم لما نص مدارس العراق قايله الى السقوط، والنص الثاني وقع وما انبنت. ومدارس العراق اليوم اكو رساله وصلت الى البرنامج، الى احدى مدارس الانبار اللي هي تحوي ثلاث دوامات، اللي بها ثلاث مدارس
ابتدائية ومتوسطة وترجع ابتدائية، واثنين بنين والابتدائية الأخيرة بنات. فالمدرسة اللي تحوي ثلاث دوامات والمدرسة اللي تحوي دوامين، وقبل شوية طلع فيديو إذا شفتوه بالشاشة مالتنا، الفيديو اللي طلع مدرسة بناية وأكو قطعتين فوق، قطعتين لمدرستين داخل بناية واحدة. زين ذول اللي قاعدين يدرسون بهيجي مدارس، ذول اللي يتعبون ما لهم حق على السياسيين اللي يدعون أنهم صعدوا بأصوات الناس وبانتخابهم أنه يروحون ينفذون لهم رغباتهم؟ بالمقابل يتفاجئ الشعب العراقي أنه واحد رايح يبني لي مدرسة بساحل العاج، واحد يفتح لي مشروع خيري خارج العراق، واحد يلم لي تبرعات إلى دولة أخرى، واحد يلم لي مساعدات إلى دولة. زين واللي قاعد بالداخل شنو؟ كيان من بغداد، حياك الله. كم أستاذ أسل؟ حياك الله أخويا. حبيبي خلنا نبدأ كلامي بيت شعر. نعم. يقول هزل وكسرها متيد وانكف بصرها وبعدت عني النوق وانا بظهرها. هاي السيد مقتدى ابو هاشم، سيد مقتدى كيفهم ما ماكو اشكال. نعم. السيد مقتدى المحترم، هسه انت بين الحنانه وبين ساحل العاج ساعات ساعات، يلا توصل بينك وبين النازحين ساعتين بينك وبين أهلنا النازحين ساعتين، وتسجل لك بالتاريخ ساعدت النازحين ورجعتهم لأهاليهم معززين مكرمين. هاي إذا ركب سيارة، إذا ركب هليكوبتر 10 دقائق. نعم أسمع، أرجوك اسمح لي، يرحم أمك الطيبة. نعم. وبينك وبين أخوي هذا أبو أحمد، هذا أبو أحمد خطية اللي ناشط صار له تقريبا شهر 4 ساعات و20 دقيقة النيسان، ساعات وعشرين دقيقة ولا بالتليفون ثواني تنحل شغلته وتعالج منه. بينك وبين الفقراء لمست يد، بينك وبين الصحة لمست يد، بينك وبين الكهرباء لمست يد، بينك وبين العراق بدأ ما تهزمة عمره لمست يد. هسه انت ركضت طرت الليغات وعمرت لك مدرسة، ما بيها شيء، فعل خير ما حد يعارضك، توكل بالله سوى خير. بس كون من سوى خير انت بلدك ما محتاج شيء كامل مكمل جاهز، والله العظيم ندعمك برواحنا ونقول لك عم مشينا نروح نسوي خير وياك وين ما كان، خلي نكسب ثواب وياك. بس انت بلدك جوعان، فقر، مرض، جوع، صحه ماكو، تعليم ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، كل شيء ماكو. احنا بلد الكل شيء ماكو وانت رايح للليغات تعمر المدرسه. هذا مو كلام، هذا مو صحيح. يعني هاي تنحسب بصمة عار على العراق، عليكم انتم السياسيين مو على العراقيين. انجلينا جول تطير من اخر الدنيا طيارة الخاصة وتزور العراق مرتين، تزور الموصل وتزور العراق مرتين، وتجي وتتبرع بهر مالها. انجلينا جولي كل الاحترام إليك، انجلينا جولي كل الاحترام والتقدير إليك، انجلينا جولي والله العظيم كل الاحترام والتقدير إليك، من اجيتي وطرتي وبخطوره وبلد ما بيه امان وضحيتي وبوقتك وبمالك وكل شيء ونزلت دمعتك على العراقيين، كل الاحترام لك. واحنا صارنا نايم بالحنانه، والله بعيد علي هاي العالم يروح يزورها عم عيب. بس انا قلت لكم شغله وحده والله العظيم، يا من تدعون بولاية أمير المؤمنين، ويلكم من علي بن أبي طالب يوم القيامة، ويلكم من علي، ويلكم من علي. شكرا لك سابقا. شكرا لك أخ كيان. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهديها. حياك الله أخويا. حياك الله أستاذ أفل. إحنا كل اللي نعرفه بحكومة سلطة الأحزاب وقياداته وميليشياته اللي من أجل وكانت لحد الآن ما يقدموا شيء للشعب العراقي. طيب الإنسان إذا كان عنده ولاء الوطن حبا للعراق، إيش عنده إذا يريد يسوي أي مشاريع إذا كان بساحل العاج وإذا كان بإيران وإذا كان ما الدول اللي يريد يخلي إلى فطير في مكانه، إذا هو مكانه بساحل العاج ويحب اي دوله مثل الميزون يقدم الخير مثل خاصه ولاهم بالدرجه الاولى لايران، ليش يروحون هناك يستقرون وهناك يعيشون يبنون مدارس يسوون مشاريع للدول اللي هي محتاجه لهم؟ فاذا حبهم ولاهم لساحل العاج ايران
خلي عفون العراق يخلون الناس غيرهم اكفاء يحبون وطنهم يسوون مدارس يبنون مستشفيات، لانه هسه العراق محتاج يعني كل دوامين او كل دوام اطفال يدامون بمدرسه واحده، وهاي المدارس اكو عندنا لا بيها بنكات لا بيها شبابيك ولا بيها دكيه بالشتاء ولا بيها تبريد بالصيف. كل هاي الامور اللي لو كان اكو ضمير عند سيد مقتدى بما يقال عليه ابو حاتم لكان مهتز ضميره وتحرك هذول الطلبه اللي موجودين على الجاح، يعني 50 او 70 طالب يقعدون على الارض، وين راح ضميره من يشوف او يسمع هذول ابناء شعبه اللي هم محتاجين المساعده ومحتاجين العون؟ هذا الطفل ما له بند ما له ذنب ما له ذنب، يعني ضمايره وش يقول من يشوف او يسمع المواطن العراقي ايش قاعد يصير به؟ وين راح ضميره؟ ضميره راح ساحل العاج، هذا العراق كله راح ساحل العاج اللي هو شنو؟ ابن جده، ابن اهله، ابن ناسه، مهما يكون احترامنا لاي دوله كانت كائن مهما يكون. هو العراق اختفى، اكتفى من المدارس، اكتفى من المستشفيات، اكتفى من العلاج، الناس المرضى اللي تروح مداج علاج تروح تداين وتسوي عملياته بالخارج، اللي دكاتره اللي موجودين عندنا هنا بالعراق انهزموا من اثر من وراءه من الجمر اللي قاعد هددت وقتلت الدكاتره اللي الناس اللي وصلت تعبت على نفسه، لو تصيرون ويانا بهالمكان واحنا نامر عليكم شو تسوون تسوون؟ لو يتهددون يطلعون خارج البلد وابن العراق يروح يسوي عمليات راس، شنو اللي قدمه سيد مقتدى؟ الحصه التموينيه من 2014 اللي في وقتها زمن المالكي اللي ذيك يوم طلب وتحسين الحصه، شنو اللي قدمه السيد مقتدى؟ ابغاء دوره للشعب العراقي، يبني لي مدارس؟ طيب اذا ما تبني لي مدارس تسوي مصاري، وين راح ضميرك؟ انت سيد تخاف الله والعمامه على راسك، لو كان الضمير عندك ما كان تشوف الشعب العراقي محتاج تبنيه، بس للاسف كل السياسيين اللي موجوده ومن ضمنهم انت لا عندك ضمير، لا عندك حب ولا للعراق، انت انسان خالي، انت انسان مريض بس تحب نفسك وبس وربعك. وهذا الشعب المسكين باعث الى الله، بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وانا اشكرك استاذ فهد واشكر قناتك. شكرا لك ابو عمر، ابو عراق من الفلوجه حياك الله. وعليكم اخوي استاذ فهد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ فهد يعني انتم هسه احنا من جاي الناشد وقالت حكومه حكمان مو الشغله مو يم الحكومه عمي. لا تذبوا اللوم بس على الحكومة، شعب ساكت، ما زول الشعب ساكت. هاي راح نبقى دين نظل نادي الحكومة، عمي يا حكومة يا أستاذ أفل الله يخليك. شعب خلي يحرك نفسه. أنا برأيي الشعب راضي بهذا التصرف، ما زول ساكت، راضي بهذا التصرف اللي جاي يصير بينا احنا. ما كافي عاد ما يعني صحوة ماكو صحوة. عمي اذا مو خاطرنا الخاطر هذا الجيل اللي راح يجي، هذا الجيل اللي راح يجي استاذ افل انا بشرك راح يجي العراق مصفر كل شيء ماكو. عمي الحكومه مو جايه تنظر للشعب، جاي يشوف الشعب ساكت يقول لك ما زول ساكت خلينا نلعب كيف نحن. ما كافي على الشعب، كافي عمي توحد وصير يريد وحده، كافي ملينا. يعني هسه مثل هذا اخونا ابو احمد اللي جاي نايم، يعني انت الحكومه اذا اكو حكومه يعني ما براسكم غيره؟ مو جاي ناشدكم ضمير انساني يا معودين. وهذا اخونا اموره تعبانه. استاذ افل الله يخليك راح اختصر لك الحكي كليته، والله انا برايي الشخصي العيب بالشعب مو بالحكومه، العيب بالشعب. يعني ماكو حل، الشعب ما يلقى له حل. احنا بقول الناشد استاذ افل يترجى، منين تترجى؟ اذا هو حرامي وقاتل ويسرق ويعذب اترجى منه، هذا شو يسوي لي هذا؟ هذا تامل منه خير؟ والسيد مقتدى ابو هاشم مو انت كل دوله انتخابيه ربعك بيها، بتقول الحكومه اللي قبل فاشله مو ربعك بيها ما الزمته. استاذ افل والله والله والله
الا ما تصير ايد واحده هاي راح نظل هاي 19 سنه بعد راح نستمر بعد اكثر ومن سوء الى اسوأ. ما في صور الشعب ترى من سوء الى اسوأ، لان هسه تجي الموازنه راح يقول لك نستقرض احنا من الدول حتى يصفرون يصفرون العراق. نظل نسدد والله هسه البرميل برميل النفط اذا يصير مقابيله برميل ذهب نبقى مديونين احنا. عمي عمي مو لعبوا بينا الفلا يا شعب، اصحى على وقتك يا شعب. انا ما ناشد الحكومه يا شعب، اصحى 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 الخاطر اطفالك الخاطر الجيل اللي راح يجي. نعم. كافي عمي كافي استاذ افل كافي الناشد عيب. نظل نقدم منهم الحكومه خياراتنا كانت تطلع برا. وانا اشكرك اخوي. شكرا لك ابو عراق. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامجكم صوتكم. الفيديو اللي شفتوه في فاصلنا القصير هو تردنا. نحب نذكركم يوم 28/2 راح يتوقف البث على نظام الاسدي، فكل اللي عليك اخوي العزيز اختي العزيزه امي ابويا انه تلزم الريموت وتسوي اعاده بحث على تردنا نفس ما هو ما تغير، تتحول يمك من الاسدي الى الاجدي حتى نضمن استمراريتنا واستمراريتكم ويانا في مشاهدتنا ومتابعتنا. مشاهدينا اليوم لما نباوع على مسؤول ونباوع على شخص هو مستقتل حتى يكون انه هو رأس اعلى سلطة في العراق، رأس الهرم في العراق، ان يكون هو المتحكم في كل شيء، ان يكون هو الامر الناهي في هذا البلد، ولما نشوف افعاله هي ابعد ما تكون من ان تكون بعيدة عن العدل وبعيدة عن العطاء وبعيدة عن الوفاء، بعيدة عن الانتماء. زي أنت شلون راح تأمن بشخص أو مسؤول هو بهاي الصفات؟ علي من السعودية حياك الله يا علي. سعد من السعودية حياك الله. عفوا أخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. بارك الله فيك يا أخونا أفل وبارك الله في هذه القناة المباركة. يسلمك رب أخوي. العراق المباركين. ما حدث اليوم في هذا المقطع يبين إنه هذول الناس أو هذا الأخ مبتدى إنه والله لا هو لم العراق ولا هو لم أي أجل، يعني الوضع البلد نحتاج منك. نعم. يعني أقل حاجة في شيء اسمه الأقربون أولى بالمعروف، بس هذه بصمة عار لهذا الشخص اللي نعم. شكرا لك أخ سعد. أبو أوس من ديالى حياك الله. عيوني السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي حبيب قلبي؟ ألو ألو أسمعك. أستان على الهواء؟ أي حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي أبو أوس بس إذا أمكن نصيلي صوت التلفزيون يمك حتى يكون الاتصال أوضح ويكون المكالمة بيني وبينك تكون يعني صوتها واضح. على رأسي على رأسي. سلم لي رأسك. أي أخوي تفضل. شلونك عيوني؟ هلا بيك يا الغالي.
انقطع الاتصال ويا أبو أوس. يعني واحدة من المشاكل اللي المفروض كان يفكر بها مقتدى أو غيره من السياسيين، الاتصالات اللي هي واحدة من المشاكل اللي دا تأيق الناس، اللي دا تأذي الناس، دا تأيق الناس لما يتصلون وما يحصلون شبكة واضحة، دا تأيق الناس في تواصلهم فيما بينهم اللي عنده أقرباء أو أولاد أو إخوة خارج البلد وعايشين في مكان وهو يفتح وياهم اتصال وما يقدر يستمع لهم أو يحكي وياهم، دا تأيق الطلاب لما يأخذون دروسهم على الأونلاين أو خارج الأونلاين، دا تأيق الطلاب أيضا في البحث عن مصادر للدراسة. هاي كلها إعاقات ما فكر بيها الأخ وراح بنا لمدرسة. أنا أرجع وأقول إحنا مو ضد فعل الخير، احنا مو ضد انه نساعد اخواننا في كل بلدان العالم، لكن لما نكون احنا مرتاحين. عندنا اتصال. ناصر من صلاح الدين، حياك الله يا ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. استاذ رحمة من سيد مقتدى الصدر، انا شغلت طلعت داخل السماء ما نمشي براحتنا، يعني اذا نطلع منا يقولون انتوا وين رايحين وين جايين، يعني احنا عوال ما يصير. نعم اي والله العظيم، يعني راحة ما ناخذ راحتنا، وانت اذا تدخل سامرة روح شوفها، يعني بس قال حسن الدراج جاي يمشي بيه. نعم اي يعني واحد جباوة، هاي مدينة منكوبة. نعم ايه ارحم والديك، وصلوا صوتنا، احنا ترى عراقيين. وصل نعم. شكرا شكرا لك اخ ناصر. ما فكر لما مثل ما شفت الفيديو اللي طلع قبل شويه، عمالة الاطفال، ذول الاطفال اللي قاعدين بالاسواق يدفعون عرباين، ذول الاطفال اللي موجودين يم الفيترية يشتغلون ميكانيكيين ما سيارات، دول الأطفال يشتغلون بالمعامل، دول الأطفال الموجودين على إشارات المرور اللي دا تستغلهم شبكات في التسول، دول الأطفال اللي دا يستغلهم أبشع استغلال. المفروض اليوم يعني إحنا إذا نفكر بإصلاح لازم نبدي بالتعليم. أكو أستاذ جامعي بجنوب أفريقيا كتب حكمة وخلاها على باب الجامعة، قال لا تحتاج الأمم إلى قنابل نووية أو صواريخ باليستية بعيدة المدى أو جيوش عابرة للقارات لهدمها، بل تحتاج لهدم التعليم، لأنك راح تعيش ببيوت توقع بسبب مهندس نجح بالغش، وراح يموت المريض بسبب طبيب يموت بالغش، وراح يتحرف الدين بسبب علماء دجالين نجحوا بالغش، وراح نخسر فلوس بسبب محاسب نجح بالغش، وراح نخسر العدل بسبب قاضي نجح بالغش. فمعناته إذا تريد تدمر أي أمة بالعالم، دمر التعليم راح تدمر الأجيال، راح تدمر هاي الأمة. فإحنا اليوم تعليمنا بالعراق صفر، والتعليم خرج من سياقات أو يعني الأمم المتحدة عندها قوانين، عندها نقاط لازم يمشي بها التعليم في كل دول العالم حتى يدخل من ضمن الدول المعتمدة في التعليم. العراق خرج من هاي القائمة أو القوائم. العراق اليوم التعليم به خارج هذا الموضوع، يعني مو بس ما معترف فيه، لا يعتبر من درجة الفشل ما معترف به أصلا، بحيث أنه ما موجود بالقائمة. صلاح من بغداد حياك الله. صلاح صباح، عفوا أخويا صباح، شلونك؟ الله يسلمك سادة فل، شلون صحة؟ هلا بيك أخوي. بالنسبة يعني لمقتدى الصدر، احنا نريد نحكي على مقتدى الصدر، يعني هاي التبرعات مالت بالساحل العاج وغيره، واحنا نعرف كل المناطق اللي يتبعونا سواء مدينة الصدر الثورة سابقا او العمارة والبصرة وهواي من اتباع مقتدى الصدر، اذا تروح وشوف الخدمات الموجودة بهاي المحافظات الجنوبية يعني مخزية.
مخزية، وهو كان عنده بكل الحكومات السابقة مستلم من 3 إلى 4 وزارات خدمية، وتشوف المناطق اللي هو يترأسها واللي هو كلامه مسموع عندهم تشوفهم لا مدارس لا مستشفيات لا تبليط لا خدمات، كل شيء ماكو. هذا يسمونه نفاق ديني. النفاق الديني اللي قبل علم علي السيستاني من يبني مستشفيات في إيران وفي طهران، والعراق في أحوج إلى مستشفيات اللي مال السرطانية عافاكم الله والأمراض المزرية وغيرها. فشوف السيستاني ومقتدى صدر وذول اللي يتلاعبون جماعة العمائم يتلاعبون مشاعر العراقيين. من نسمع بالتلفزيون إن أكو رجل دين عايف بلده ومتجه إلى دولة ثانية. يعني إحنا نتمنى الخير لكل العالم الإسلامي، لكن إحنا بلدنا جاي مر بأزمة اقتصادية وأزمة صحية وأزمة وباء كورونا. ما شفنا مقتدى الصدر سواله فد إنجاز من مدرسة أو فتح له جامع أو فتح له حسينية أو سوى فد شيء. يعني على بلدهم ما يسوون خير ويروح كل أموالهم اللي جاي سرقوها مليارات الدولار سرقوها مقتدى الصدر والسيستاني وعمار الحكيم، تلقاها يا أما بلبنان يا أما بإيران يا أما ببريطانيا يشترون بها أملاك وعايفين هذا البلد. يعني نعاني الأمرين، أمر السياسيين اللي يدعون هم سياسيين ويمثلونه، والشيء الثاني الرجال المعممين بكل أطيافهم سواء السنة والشيعة مثل الهميم وغيره وعبد الله، كل دولي الحثالات. شوف المال اللي سرقوه يعطفون على الغريب، أما بلدنا إحنا المحتاج وأبناء جلدتنا سواء الشيعة أو السنة المحتاجين هيج خدمات ما يسووها. إذا هذولي ناس خسيسين وناس عملاء وناس سراق يعتاشون على دماء العراقيين ويلعبون على جراحاتنا، جراحاتنا اللي صارت بسببهم هم، بسبب مقتدى الصدر وميليشياته وبسبب القاعدة وبسبب داعش اللي كلهم جابوها الطائفية من السيستاني إلى مقتدى الصدر إلى عمار الحكيم وأحزاب المشاركة بالعملية السياسية. نعم، شكرا لك أخ صباح. الموضوع اللي كنت أتكلم عنه خروج العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم التابع للأمم المتحدة اليونيسيف، يعني اللي بسبب الفشل والسوء اللي يواجه النظام التعليمي العراقي النظام التربوي العراقي خرج من التصنيف، ما موجود أصلا، ما مكتوب. كم دولة أكو بالعالم؟ 191-192 دولة هو خارج التصنيف. كم دولة أكو بالعالم هي خارج التصنيف؟ حسبوها شوفوا، احنا العراق وصل اليا مصاف اللي كان العراق يعتبر قبلة بالتعليم، واللي كانت جامعة بغداد او جامعة العراقية تعتبر من مصاف الجامعات العالمية، واللي كانت جامعة معترف بها في كل بلدان العالم، واللي كانت شهادتها الهرسانة. اما اليوم مدارسنا مدمرة، طلابنا بالقاع واكو مي جوا رجليهم، ومقتدى الصدر يدز فلوس الساحل العاج دايبني لي مدرسة. مشاهدينا رسالة واتساب اللي وصلتنا، السلام عليكم أستاذ أفل يا محترم، بالنسبة لأخ أبو أحمد من العمارة اللي يريد يعالج ابنه ممكن يجي زيارة المصل لعلاج ابنه المريض، يجي جامعة المنصورة مستشفى طب الأطفال مجانيا والله شافي، لأن الشعب المصري عنده رحمة. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. السلام عليكم، كيف يتم التحويل إلى أبو أحمد؟ أتمنى واحد يساعدني ويقول لي شلون أقدر أحول. أنا إن شاء الله أقدم له أي رسالة من شخص إلى أبو أحمد. أتمنى أنه الأخ أبو أحمد يتواصل ويا رقمنا ويكتب لنا عندنا شخص يقول شلون أقدر أحول له فلوس على مود نساعده لأبو أحمد. أناشد السيد يفتح بساحل العاج ويدز الإيران وحساباته اللي بالخارج وتمويله للميليشيات، ليش هيجي؟ ليش؟ حسبي الله ونعم الوكيل بيك أبو يحيى. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، التعليم بالعراق منتهي، مدارسنا منتهية، مدننا مدمرة، فقر، بطالة، أمية، كل شيء العراق قضى عليه في سبعينيات القرن الماضي اليوم دا يرجع لنا. إضافة إلى ذلك نسبة المخدرات اللي انتشرت، تعاطي وتجارة، نسبة تجارة الأعضاء البشرية، نسبة المتاجرة بالبشر، نسبة المتاجرة بالأطفال، نسبة استغلال الأطفال بالنسبة إلى شبكات التسول اللي موجودة اليوم بالعراق، ونسبة العنف الأسري اللي موجودة بالعراق، كلها لما ترجعون عليها تلقون سببها واحد. ما أقول الفساد، لأن الفساد همينه سببها واحد، هل دستور اللي جابته الكتل السياسية والإدارة الأمريكية
والاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم أحب نذكركم كل اللي عليكم نفس ترددنا تسووا له يعني إعادة بعث من جديد حتى يتحول نظام البث يمك من الأزدي للأجدي، حتى نضمن استمراريتنا وياك، لأن يوم 28 راح يتوقف البث على نظام الأزدي. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.